إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. الخلاص في الإخلاص، الإخلاص ثمرة التوحيد، والتوحيد هو الأصل الأصيل الذي أجمعت عليه النبوات والرسالات، لقوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتأكد ذلك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالإخلاص إذن ثمرة الإيمان وثمرة التوحيد. وفي سورة البقرة في الآية 256: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالإخلاص إذن ثمرة التوحيد. قال ربنا عز وجل في سورة البينة في الآية 5: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتأكد ذلك في سورة الأنعام الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى آخر الآية 162 من سورة الأنعام. والإخلاص محله القلب، لأن النية تسكن قلوب البشر، لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. وهذا حديث جامع قال عنه الإمام الشافعي وغيره أنه يمثل أصلا كبيرا من أصول الدين. وهناك من يقول من السادة العلماء أنه ثلث العلم. إنما الأعمال بهذه الصيغة الحصرية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية كما يقول الفقهاء تفيد أمرين أساسيين: الأول الحزم والجزم، والثاني هو التمييز، أي التمييز بين العبادات والعادات، بين العبادات والمعاملات، والتمييز بين العبادات في حد ذاتها. النية محلها القلب، الإخلاص طريق النجاة. الآيات كثيرة والأحاديث عديدة، فإذا فقهنا ذلك جيداً لا بد أن نقيم وزنا للنية. وقد قال عبد الله بن المبارك وهو من السادة العلماء العارفين بالله:
وهو صاحب المقولة المشهورة التي قالها حينما ظهرت حركة الوضع في الحديث بنية سيئة. فهناك من أراد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغلاً قدرته في اللغة العربية فيقول كلاماً وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ظهرت حركة الوضع في الحديث وهي حركة سيئة ولا تزال آثارها السيئة إلى الآن، ولكن قيض الله من العلماء من علماء الأمة من يخدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من يخدم ميراث النبوة. حينما قيل له يا إمام، خطب هذا الإمام عبد المبارك، قيل له يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة، فأجاب قائلا تعيش لها الجهابذة. هذا الرجل العالم الصالح قال رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير أو عظيم تصغره النية. لابد أن نحرص على انصراف النيات إلى الله جل جلاله خالصة مخلصة، خالصة من جميع شوائب الدنيا لضمان الأجر عند الله في دار القرار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. شجرة الإخلاص مثمرة، من ثمرات الإخلاص السكينة والطمأنينة. قال ربنا عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الله عز وجل بيّن بوضوح بأن السكينة تسكن قلوب المؤمنين المخلصين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه ثمرة من ثمرات الإخلاص. ومن ثمرات الإخلاص قبول العمل. قال ربنا عز وجل في سورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومن ثمرات الإخلاص تحصين العمل، تحصين الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي وعد ووعده الحق كما في سورة الكهف في الآية الأخيرة الآية 110 ربنا يقول فمن كان يرجو. إذن ولا يتحقق الرجاء إلا بصدق النية، إلا بالإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولكن الخلاص في الإخلاص، ولكن على المخلصين الحذر. ومما أورده أبو حامد الغزالي أو أبو حامد الغزالي وكلاهما صحيح في كتابه الإحياء يقول كلمة لطيفة مهمة: الناس هلكا إلا العالمون، والعالمون هلكا إلا العاملون، والعاملون هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. نسأل الله الستر وحسن الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال،
اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال، اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم الهمنا جميعا السداد في الرأي والتوفيق في العمل، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.